بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بتاعت اليوم عن تحسين الصورة الفضائية، تحسينها من بعض الشوائب اللي بتبقى موجودة في الصورة، وهناك طرق مختلفة ومتعددة لتحسين الصورة زي ما هنشوف مع بعض. اتكلمنا قبل كده عن الصور ذات التدرج الرمادي، وقلنا ان بندات الصورة الفضائية بتبقى عبارة عن صور متدرجة اللون الرمادي أبيض وأسود يعني، وهذا التدرج الرمادي بيختلف من صورة لصورة حسب الساعة الراديومترية بتاعتها، اتكلمنا في هذا الموضوع من قبل. ويعني على أساس هذه الساعة بيكون هذا التدرج الرمادي. فلو عندنا مثلا صورة التدرج الرمادي بتاعها من 0 ل 255 أو 256 مفترض، فالتدرج المفترض التدرج الرمادي لصورة من 0 ل 255. لكن اللي بيحصل في الطبيعة حاجة تانية، بيحصل إن احنا بنلاقي الأرقام بتاعت وحدات الصورة بتنحصر في نطاق معين داخل هذا التدرج، يعني مثلا قريبة من الصفر. يعني مثلا لو قلنا الأعداد بتاعت الصورة منحصرة قريبة من الصفر، أو يعني مثلا بنقول من صفر لخمسين مثلا، دي صورة هتبقى قاتمة اللون، لأن طبعا احنا قلنا كلما اقتربت من الصفر أو إذا كانت يعني شدة الإضاءة قليلة الأرقام هتقترب من الصفر عتمة. طيب إذا اقتربت من 255 هتبقى شدة الإضاءة قوية جدا في الصفر. فعلى هذا الأساس إن بنجد في الطبيعة إن الأرقام بتاعة الصورة بتنحصر في منطقة معينة، وده بيديني يا إما صورة قاتمة يا إما صورة شديدة الإضاءة. فبيعاد ترتيب توزيع هذه الأرقام مرة أخرى بعدة طرق زي ما هنشوف مع بعض، ده اللي احنا يعني بنقصد بيه عملية تحسين للصورة. الجدول دوت لجزء من الصورة اللي هو منحصر فيه بقى الأرقام، يعني حصل فيه حوالي 38,000 وحدة صورة. الأعداد الرقمية بتاعته بتتدرج من 25 ل 100 زي ما احنا شايفين. فهنلاقي هنا الأرقام العددية منحصرة في نطاق معين، يعني لو بصينا اللي ده يتضح من الشكل اللي قبل كده اللي بعد كده. لو بصينا للشكل دوت هنلاقي ده التمثيل الهستوجرام للتمثيل البياني ليه، هنلاقي الأعداد اللي هي من 25 ل 100 منحصرة، أو الصورة منحصرة في من 0 ل 100 تقريبا، أو حتى كمان مش من 0 يمكن من 25 ل 100. وباقي هذا الجزء حتى 255 ملوش أي تمثيل. يبقى إذا هنا الأعداد منحصرة قريبة من الصفر، وبالتالي هيكون شدة الإضاءة أو هتكون الصورة مظلمة. هتكون الصورة مظلمة، شدة الإضاءة بتاعتها منخفضة. طيب هنحسنها ازاي؟ نحسنها إن احنا يعاد توزيع هذه الأرقام مرة أخرى بطرق إحصائية مختلفة على الـ 255 عشان نوزع الشدة بتاعت الإضاءة بتاعت الصورة ونحسنها. لو حبينا نحط التعريف للتباين يبقى عبارة عن تدرج وتوزيع قيم وحدات الصورة الرقمية على المقياس الراديومتري بتاعها من صفر مثلا ل 255. طبعا احنا قلنا ان احنا هنعيد توزيع هذا التباين، احنا هنزوده بدل ما هو محصور في جزء من الصورة، احنا عايزين نوزعه على الصورة محله. بمعنى اوضح هو التدرج من المناطق المظلمة في الصورة إلى المناطق المضيئة، وبيعبر عنه بالمعادلة الرياضية اللي احنا شايفينها قدامنا ديت،
سي بتساوي بتفتح بين قوسين طبعا اي ماكس ناقص اي مين على اي ماكس زائد اي مين، حيث ان سين بتمثل التباين واي ماكس واي ميني، اي ميني طبعا بتمثل يعني ادنى شده للضوء، واي ماكس اللي اعلى او الاضاءه القصوى للضوء. وبالتالي يعني بنحصل على صوره التباين فيها متوزع على الصوره بحالها. وحتى اسهل تفسير الصوره يتم تحسينها اما بتغيير التباين ليشمل كل التدرج الرمادي او تحويل التدرج الرمادي الى تدرج لوني. ولاجراء هذا التباين او للوضوح الاشعاعي للصوره هناك تقنيات متعدده، وكل هذه التقنيات تنطلق من مبدا تمديد التدرج الرمادي، يعني اعاده توزيع الاعداد الرقميه مره اخرى على هذا التدرج من الاسود الابيض من الصفر ل 255. كما ان هناك تقنيات يتم فيها تحويل التدرج الرمادي في الصوره الى الوان زائفه، كل ذلك الغرض منه تسهيل عمليه تفسير الصوره واستنباط المعلومات من هذه الصوره. وبناء على ذلك فيبقى الهدف من تحسين الصوره او image enhancement هو اعداد الصوره، اعداد صوره جديده من الصوره الاصليه تظهر قدر اكبر من المكونات بتاعه الصوره او من الظاهرات الجغرافيه من التفاصيل بتاعه الصوره يمكن التعرف عليها بصريا. خلي بالنا من كلمه بصريا دي كويس. وبناء عليه هناك العديد من طرق تحسين الصور اللي هناخدها مع بعض ويجب تطبيقها عمليا. هناك طرق كتيره زي الطريقه بتاعت زياده التباين في الصوره او كونتراست ستريتشنج، انتاج الصور الملونه بروتكشن اوف كلر موزايت ايمج، ترشيح المكان سبيشال فلترنج، نسب النطاقات باند ريشو او ريشنج، تحليل المركبات الرئيسيه البي سي اي او البرنسبل كومبوننت اناليسيس، وايضا تخمين دمج الصور. كلها طرق تستخدم في عمليه تحسين الصوره وتسهيل إعادة قراءتها بصريا بدرجة كبيرة. دشر بيانات الصورة الرقمية لزيادة التباين، يعني إن إحنا نعمل إعادة لتوزيع التوزيع الرقمي للصورة عشان ما يبقاش متجمع في منطقة واحدة من الصورة، فهننشره على أو نعيد توزيع التدرج الرمادي بتاعها. واضعين في الاعتبار انه بيحدد الوضوح الراديومتري لجهاز الاستشعار عن بعد درجات المقياس الرمادي التي صمم ليسجل فيها الاشعه التي تصل اليه من الاجسام الارضيه حسب كثافتها او شدتها. يعني هي يحدد الوضوح الراديومتري زي ما قبل كده قلنا، بيختلف دقه الراديومتريه من صوره لاخرى من مستشعر لاخر. فإذا كانت صورة الدقة الراديومترية بتاعتها 8 بت غير ما تكون صورة الدقة الراديومترية بتاعتها 6 بت، هيختلف التدرج الرمادي. أغلب أجهزة الاستشعار بتشتغل على وضوح راديومتري 8 بت وفقا لما يسمى به الأرقام الثنائية، أي أن المقياس الرمادي في هذه الصورة هيبقى بيتدرج من 0 ل 255 درجة، ويجب إعادة نشره أو توزيعه على هذا التدرج من 0 ل 255. في الشكل ده بيورينا أنماط مختلفة من التدرج حسب السعة الراديومترية أو الدقة الراديومترية. لو هي 7 بت هيبقى التدرج من 0 ل 127، التدرج 8 بت من 0 ل 255، من 9 بت من 0 ل 511، 10 بت من 0 ل 1023. ده الاختلاف حسب الدقه الراديومتريه. لو احنا بصينا
للشكل دوت، هنجد التدرج هنا من 0 ل255. ده التدرج، كلما اقتربنا من الصفر هيبقى اللون غامق، كلما ابتعدنا عن الصفر يبدا الاضاءه تزيد، كلما اقتربنا من 255 يبقى دي شده الاضاءه. طبعا اجهزه الاشعه عن بعد بتبقى مصممه لتسجل الاشعه التي تصل اليها في كامل درجات المقياس الرمادي، يعني خلاص الساعه راديومتريه من 0 ل256 يبقى هي مهيئه ان هي تسجل من 0 ل256. لكن الظواهر الارضيه هي اللي بتختلف في تعاملها مع الاشعه الكهرومغناطيسي اللي ساقط عليها، بعضها بيمتص بدرجه كبيره، يعني كلما كانت الاجسام طبعا غامقه هتمتص بدرجه كبيره، وبالتالي اللي هتعكسه هيبقى قليل، يعني الكثافه بتاعه الاشعاع هتبقى قليل. يبقى كميه الاشعه، يبقى الظواهر الارضيه اللي بتكون كميه الاشعه القادمه منها تقع في طرفي المقياس الرمادي قليله جدا اذا، يعني اللي هي قريبه من الصفر واللي هي قريبه من 255. لهذا السبب فان القيم الرقميه في المدرج التكراري هيستوجرام للصور الاصليه او الخامر روداتا تتركز في مدى ضيق، يعني هتلاقيها متركزه في جزء من التدرج الرمادي، الامر الذي يؤدي الى صعوبه في التمييز بين الظواهر البصريه. للتغلب على هذه المشكله بتطبق طريقه نشر البيانات لزياده التباين اللي هي الكونتراست ستريتشنج، وذلك بنشر القيم العدديه في الصوره على كامل المقياس الرمادي. ويجب التذكير بان تطبيق هذه الطريقه يعد مطلب اساسي مع جميع طرق تحسين صور الشعار عن بعد، يعني دي بصوره اساسيه سوف يتم استخدامها حتى لو استخدمنا طرق اخرى من طرق التحسين، لكن دي ثابته اللي هي الكونتراست ستريتشنج اعاده نشر البيانات. طرق زياده التباين، وهناك العديد من طرق نشر القيم الرقميه على كامل المقياس الرمادي، منها طرق زياده التباين الخطي لينر ستريتش، ودي بيتم بتطبيق برامج بتاعت معالجة الصور ان هي بتقوم بنشر القيم الرقمية بالتساوي على كامل المقياس من صفر، ادنى قيمة هتحطها عند الصفر واعلى قيمة هتحطها عند 255. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا القيم العددية بتاعتي محصورة مثلا ما بين 10 و100، هيعاد توزيعها مرة أخرى وتبقى محصورة ما بين 0 و255، اللي هي عند 10 هتبقى بدايتها من عند الصفر، وال100 هتبقى عند 255، وبذلك يعاد توزيع هذه القيم مرة أخرى وزيادة التباين. يعني في هذا الشكل هنلاقي القيم العددية محصورة ما بين 0 و80 تقريبا، أو يعني 90 أو 100 مثلا، هي يعني في الحدود دي. المفترض أن يتم توزيع هذه القيم مرة أخرى ما بين 0 و255، ده فيبقى أدنى قيمة عند الصفر وأعلى قيمة دي تروح عند 55. إزاي؟ هنشوف في الشكل اللي بعد كده. لو احنا بصينا لهذا الشكل، ده الريزلت او النتيجه افتر لينر ستريتشنج، بعد ما عمل لينر ستريتش التوزيع اصبح كالتالي من صفر، التدرج ماشي 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 لحد ال 200، يعني لو بالظاهر هنا 255 لكن المفترض ان هو بيوصل لحد 255، ده بيسموه اعاده توزيع مرة أخرى للتدرج اللوني بتاع الصور. أصبح دلوقتي شايفين موزع على الصور على الساعة الراديومترية بحالها، مش منحصر في جزء فقط من الساعة الراديومترية. الطريقة الثانية اللي هي طريقة زيادة التباين وفقا للمدرج التكراري هيستوجرام ايكولايزيشن ستريتش، هذه الصورة بيتم تطبيقها بعد تطبيق الطريقة الأولى. هذه الطريقة بتاني بيتم تطبيقها بعد عملية تمديد التباين اللي احنا قمنا بيها في المرحلة الأولى، لأن دي دايما هتحصل في
الصورة أو دائما هنستخدمه. بتهدف هذه الطريقة إلى أن يكون عدد وحدات الصورة متساويا في كل مستوى من مستويات الأعداد الرقمية بعد تمديد التباين. يعني بعد تمديد التباين كمان يحصل تساوي لعدد وحدات الصورة في كل مستوى من مستويات الأعداد. وبناء على ذلك فإن شكل المخطط أو المدرج التكراري يكون منتظم، ما يبقاش فيه جزء يعني مركز في جزء أو جزء مرتفع وجزء منخفض، لا بيبقى الأعمدة كلها تقريبا متساوية. وتستخدم هذه التقنية مع الطرق المتقدمة لتحسين الصورة. وبتطبيق هذه الطريقة بينشر الحاسب الآلي تلقائيا القيم الرقمية على قائمة المقياس طبعا، وذلك بوضع أدنى قيمة في المدرج التكراري للصورة الأصلية عند الصفر على قيمة عند 255. ولكن حيز المقياس الذي يعطي لكل فئة يعتمد على التكرار فيها، حيث يعطي حيزا أكبر من المقياس للفئات التي يكون التكرار فيها عالي والعكس صحيح. هنا بقى بيدينا مثال على ذلك، بيعمل إعادة للتوزيع، ولكن هذه الإعادة للتوزيع بتكون يعني متساوية أو يعني قريبة إلى التساوي، بحيث إن يكون التوزيع حسب التكرار بتاع الإعداد في مجموعات بهذا الشكل، بحيث إن هي تعمل يعني نوع من التوزيع المتساوي على الصورة. يعني هنا يمكن أوضح شوية، كان التوزيع هو في الصورة الأصلية، أصبح التوزيع بعد ما عمل لها كولايزيشن بهذا الشكل في شكل مجموعات، ويعني بتبقى مجموعات أقرب إلى التساوي حسب التوزيع بتاع الإضاءة بتاعت الصورة، بتتعمل مجموعات حسب التكرار بتاعها، تكرار أعداد.